خليني برضو ارجع معاك للكوره شويه، واحنا دلوقتي متوقفين بالنسبه لدوري القسم الثاني بسبب طبعا رمضان، وبعد رمضان هيعود الانطلاق، لكن 5 اسابيع متبقيه على انتهاء المسابقه. بصوره او باخرى في فرق اقتربت وضعت قدم ونصف القدم في الدوري الممتاز، وما زالت هناك بعض الفرق تبحث عن بطاقه التاهل. المجموعه الاولى شايفها ازاي، والمجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه؟ خلينا نقول مبروك يعني، مبروك على طول. مبروك، الله يبارك فيك. مبروك لاسوان، مبروك للداخليه. ما احنا في المطبخ زي ما بيقولوا اسوان في المجموعه الاولى، في المجموعه الاولى 59 نقطه، الداخليه في المجموعه الثانيه عندها 59 نقطه برضو الداخليه، واللي ورا برضو 47 نفس المجموعه الاولى، كما اسوان هنا وفي ترجيتان. لكن خلاص على الورق يا دكتور، كل فريق يحتاج 3 نقط من الاسابيع الخمسه، من خمس مباريات. فاعتقد ان اسوان والداخليه عندهم القدره وعندهم المقدره اللي هم يتفوقوا في ال5 مباريات. خلينا يعني نقول مبروك معاك للمستشار شفي صالح ومجلسه الجديد في اسوان، ومبروك ايضا للواء احمد سليمان رئيس المجلس السابق برضه ودي في ايد المستشار شفي صالح. مبروك ست اللواء عثمان دسوقي في الداخليه، خلاص اضطربوا بشكل كبير بيبو يعني. هنا في اسوان كابتن سيد عيد في الداخليه عملوا شغل كبير جدا. ولو لاحظنا دكتور سواء في اسوان او في الداخليه المديرين الفنيين مستمرين من الموسم اللي فات معاك، فدي بتدي افضليه كبيره جدا. انا كمدير فني عارف ايه اللي محتاجه، عارف ايه النواقص اللي عندي، عارف ايه المميزات اللي عندي هزودها واشتغل عليها، عندي نواقص هدعمها بشكل كويس، هحاول اعالج السلبيات اللي عندي. فده اللي عمله كابتن احمد مصطفى بيبو في اسوان مع الخبرات الكبيره اللي موجوده عنده في بعض العناصر اللي حافظ عليها من الدوري الممتاز، قدر يحافظ عليها فعامل قوام محترم جدا. نفس الكلام لنادي الداخليه، استمرار كابتن سيد عيد وهو صاحب الخبرات الكبيره جدا والطويله في القسم الثاني وصعوده مع النصر وتجربه الاكثر من رائعه مع النصر. لكن كابتن سيد عيد السنه دي عمل موسم ولا اروع، بعد ما كان متاخر طول الدور الاول خلف زد بفارق 5 نقاط قبل نهايه الدور. ايه اللي حصل لزد؟ زد فتره من الفترات احنا اتكلمنا دكتور، ويمكن انا نبهت في قبل يعني في كذا استوديو ان زد بيعاني من عقم هجومي وعقم تهديفي بشكل كبير جدا، واتفق معايا الناس في زد ان عندهم مشكله في الناحيه الهجوميه. كان دايما زد بيكسب 1-0 الامور. اللي عايز يصعد لازم يكون عنده فرقه متكامله، كان دفاعيا بشكل كويس جدا، كان داخل فيه لحد اخر الدور الاول 6 اهداف او 4 اهداف، فاعتقد كان دفاعيا بيأدي بشكل كويس، لكن هجوميا كان عنده عجز كبير جدا، ما قدرش يعمل تدعيمات بين الدورين بشكل كبير جدا. اعتقد برضو الفتره بتاعت كابتن اسماعيل يوسف هيرجع نادي الزمالك وانتخابات والكلام ده خدت من كابتن اسماعيل كتير جدا، فاثرت على شكل الفريق، اثرت على تدعيمات الفريق في يناير، اثرت على تفكير كابتن اسماعيل في تدعيم واستقدام احتياجاته في يناير، فده اثر على فرقه زد عكس فرقه الداخليه. كابتن سيد عيد كان مركز بشكل كبير جدا، كان عنده تركيز بنسبه كبيره، حتى في تدعيماته ما جابش الا مركز او مركزين هو محتاجهم، سواء كان السباعي في الناحيه الشمال او احمد حسين الجناح اليمين وهو احد ابناء كابتن سيد عيد. تشكيل الداخليه ثابت من الاسبوع الاول، احنا ممكن نقوله دلوقتي وبعد في ثبات في التشكيل بنسبه 90%. حتى احمد حسين هو دخل 1 او 2 بالكتير قوي، لكن عنده ثبات بشكل كبير جدا، فيستحق الصعود، يستحق معاه مجموعه كبيره جدا فيها يعني بتروجيت بينافس منافس قوي، الانتاج زد الترسانه طبعا واستخداماته في يناير. لا، تفوق كابتن سيد عيد السنه دي يحسب له، صعود صعب جدا، صعود على منافسين اقوياء جدا، فيحسب له الصعود ده. برضه في اسوان يحسب الصعود برضه للمجلس القديم، يعني هو مشترك احمد سليمان والمجلس الجديد، هو مشترك ما بين المجلسين. استاذ مصطفى امين المشرف العام السابق على كره القدم كان ليه دور كبير جدا في بناء الفرقه دي، في الحفاظ على الفرقه دي، فالاثنين بنحييهم طبعا وبنبارك لهم ونتمنى لهم التفكير بقى من دلوقتي، خلاص لازم افكر في اللي جاي. موارد ماليه عشان ما ان زي ما كل بيحصل كل مره، ويا دكتور واسوان تلعب بره اسوان عشان السفر وعشان الحاجات دي، وخروج اسوان بره اسوان بيفقد اسوان يعني بيفقد 50% من قوتها. اسوان ما اسوان الجماهير والملاعب، انا لعبت في اسوان فالاجواء كمان يا دكتور هناك مش هيحس بيها يعني، انا خلاص انا اتمرنت وعشت هناك وقعدت شهر وشهرين وثلاث، فخلاص عرفت الجو هناك في اسوان والحر. احنا في مباريات والله يا دكتور ايام كابتن عماد النحاس كنا بنخلصها في 10 دقايق، يعني انا فاكر باللعب نادي المقاولين العرب الجو الساعه 2 ونص العصر، قلنا هنكسب امتى يا جماعه؟ اول 10 دقايق المقاولين جاي مش حاسس بالجو، في الدقيقه 3 كان 2-0 لين، خلاص الماتش خلص على كده.